الدولة هو تحسين الإطار المعيشي للمواطن. في إطار تنفيذ البرنامج التكميلي الخاص بولاية خنشلة وكذلك إحياء للذكرى 62 لعيد الاستقلال 5 جويلية 1962 اليوم مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة تشرف على وضع حيز الخدمة بالطاقة الغازية في دوار ولاية بوكحيل وكذلك الشطاية، حيث تم تزويد أكثر من 358 مسكن بالطاقة الغازية بطول شبكة غازية تقدر ب 86 كيلومتر. جهود صنع الغاز يعني متواصلة يعني بإذن الله يعني ستتم يعني إكمال كامل مشروع البرنامج التكميلي يعني الذي أقره رئيس الجمهورية لولاية خنشلة قبل نهاية السنة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، كثر خير الدولة، كثر خير الوالي، كثر خير رب العالمين. تهنينا من الميزيرية نتاع اللي كنا فيها نتاع القرعة ونتاع كذا، اليوم الحمد لله.